هل هذا جيد أم سيء؟ يعني هل هذا في مصلحة الشعر أم ضد الشعر؟ ضد الشعر. الكثيرون اليوم يقولون إن هذا ضد الشعر. نسأل سؤال قبل هذا لكي نصل إلى الإجابة فيما بعد. ما الذي يجعل نصا معينا شعرا؟ لماذا هذا الشعر؟ لماذا ليس نثرا؟ الكلاسيكيون مثلي ومثل الأستاذ يقولون الشعر كلام موزون مقفى يدل على معنى. إذا كان موزونا ومقفى ويدل على معنى فهو شعر. مثل هذا شعر الشكل يعني الأسلوب الشكل الكلمات. ولذلك يقول الباحثون اليوم غير متعصبين للحداثة إن الذي يصنع الشعر هو الكلمات وليس المضمون. الشعر يصنع من الكلمات لا من الأفكار. الأفكار لا تصنع شعرا. لو كان كبار شعراء فرنسا وكبار شعراء العالم كل العولمة اليوم تحكي هذا المبدأ. أبدا لا يوجد اختلاف. فيش اختلاف في العالم ولا عندنا ولا عند غيرنا. أبدا. كل اليوم يقولون الذي يصنع الشعر هو الكلام وليس الفكر. إذا أردت أن توصل فكرا اكتب مقالا. لماذا تكتب قصيدة؟ بالضبط. ألقي خطبة. لماذا تكتب شعرا؟ يعني هل إذا أخرجنا الناحية الشكلية الوزن والقافية من هذه القصائد تتحول إلى خطب سياسية؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا ليس شعرا. وأنا أظن أنه هذا لا يحدث. إذا لماذا لا يحدث ذلك؟ لأن هناك محاولة إلى إيجاد صور جمالية وكلمات جمالية. والأساس الذي سنجده إذا بحثنا جيدا أنه هو هذا الشعر يحوي أجمل الكلام في أجمل نسق في أجمل معنى في أجمل نسق. لم يقول يتجه نحو النثر. ولا حاجة لأن نتعب أنفسنا ونكتب شعرا إذا أردنا أن نقول الأشياء. ممكن نقولها بمقالة صحفية أو غير صحفية. حتى نقول شعر يجب أن نبدأ من الإيحاء ونحاول أن نوصل هذا الإيحاء إلى المتلقي بطريقة فنية جميلة. صعبة في الفهم، صعبة في أن تصل كما هي، ولكنها في النهاية عندما تصل إليه سيجد إثراء هائلا فيها، لأنه هو سيكون مشاركا فعالا في بناء النص. بينما في مثل هذا النص الذي أمامي المتلقي ليس مشاركا. المتلقي هو مجرد متلقي سلبي، يسمع ما يقول، يقرأ ما يقوله الشاعر ويفهمه، قد يستثار، قد يعني يغضب بغضبه ويفرح بفرحه، ولكنه في النهاية مجرد متلقي سلبي. ولن يكون فعالا إلا إذا كان هناك وسائل وآليات حداثة فيها من الغموض الكثير وفيها من الإيحاء الكثير. لكم بعد ذلك أن تحكموا على هذا الشعر وعلى مستقبل الشعر العربي. أما أنا فأظن أن مستقبل الشعر مستقبل الشعر العربي لن يكون في العودة إلى طريقة الشعر العربي القديم. لن يكون، وإنما سيحاول أن يجد معادلة معينة تجمع بين هذا الشعر وبين الشعر الحداثي المتطرف ليقول الأشياء بطريقة غامضة ولكنها تتجه نحو الغموض الشفاف. الذي يمكن أن يفهمه القارئ بشرط أن يترك الوضوح جانبا، لأن الوضوح لا يلائم الشعر. شكرا لك. أخي أبو حبيب يعني أنا برأيي أنه الشعر كتاب الإبداع هي على ما يسمى الحرية المطلقة للمبدع. إذا المبدع لم يكن حرا من داخله ليس حتى الباب محيطا من الصعب أن يبدع. لذلك أنا أعتقد أن يعني عدم وضع تعريف محدد الشعر أو لأي إبداع ضروري حتى نبقى الموضوع مفتوحا، وهذا يثري ويعطي الفرصة لحك الفكر بالفكر، ومن خلال هذا
تخرج الشرارة التي دائما تتوالد أفكار جديدة تأويلات جديدة وهذا فقط يثري كل عملية الداعي. مع هذا احنا منغوص شوي مرات في النص النثري. يعني احنا بنكتب نص نثري اللي فيه إيحاء بشكل مطلق إذا بدي أحكي بهذا التعريف. اللي هو عملية نص نثري نعتبره ولكن مع إيحاءات شعرية. لا أنت بدك تقول نص غير موزون. نص غير موزون. وليس نثري. أوكي. طبعا دائما نحن نتوجه إلى أحد الزملاء أو إحدى الزميلات حتى يحضر لنا مداخلة بخطوط عريضة تتناول جوانب العمل الإبداعي أو المنجز الإبداعي الذي نتناوله في كل لقاء. فهذه المرة توجهنا إلى أخي الشاعر ناظم حسون لأنه أعد دراسة خاصة بعد أن أبدأ شاعرنا يحيى حتى قراءة مداخلة فليكن يا سيدي. فقراءة خاصة سيتناول فيها الديوان من جوانب مختلفة. أخي ناظم المنصة لك. شكرا. مساء الخير للجميع. صهيل الشاعر يحيى عطالله يرن في سمع الورى إن الفاحص المدققة لم يضل الطريق إلى شخصية شاعرنا من خلال قصائده وشعره يشف عن شخصيته التي تعتبر صدى لحياته المتمردة ولمشاعره التي انطلقت بها مختزناته الباطنية لواقع الحياة وشجونها وردات لانفعالات عاشها وعبر عنها بخصائص تثير في القارئ عاطفة وجدانية. لشعر يحيى عطالله مجاهرة واضحة بعيدة كل البعد عن الغموض والتعتيم وأسلوبه يجب